السلام عليكم زينات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. انا صافا الحمد لله. الوغ اليوم وليت لكم فيديو واحد اخرى، ان شاء الله تعجبكم. كثروا لي ملي جامو البارطاج مع احبابكم. الوغ لا فيديو تاع اليوم راح تكون شويه مبدله على لي فيديو اللي مره نحط لكم. تقدروا تقولوا ام تي روتين تاع الصباح مع كنت عارضه صحباتي باش يشربوا معايا قهوه، هما ماشي براويات، ما صحباتي دو نورمال اللي جاو يلقاو اللي لقاوها في الدار ياكلوها. برك انا زعما حبيت نتهلا فيهم ونشبح لهم شويه الطابله. وجدت لاباط تاع لي بانكيك لافي في الليل، ليله من قبل باش قلت الصباح نلقاهم واجدين، يعني حاجه سهله وبنينه وبريزونطابل او ميم طو، كاع يحبوها يعني كي الكبار باردون كي الصغار. هنا اذا حبيتوا الوصفه بجميع التفاصيل قولوا لي نصورها لكم ونحطها لكم، يا با توست. الوغ هنايا حطيت لاباط تاع البانكيك في الفريجيدار وجدت لهذاك لافيسال فرغته كما كنت تشوفوا، يعني اللي عندها لافيسال هي تعرف على واش نهضر، يعاون بالبزاف سيرتو اللي عندها دراري وخدامه ايتوسا، واللي ما عندها ان شاء الله كي اليوم يولي عندها. من بعد طلعت وجدت حوايج تاع ولادي كما كنت تشوفوا، نوجدهم توجور في الليل بس الصباح يكون عندي الوقت. نط السبع تاع الصباح نط بديت نطيب فيهم كما كنت تشوفوا، ما شاء الله يخرجوا خفاف وبزاف بنان. او ميم طون بديت ندير هكا دي ميني صغار يجو في لا بريزونطاسيون بزاف شابين. دونك انا جبت لي بلاطو لحم نستعملهم وبديت نوجد فيهم. شوفوا لا ديكوراسيون تاعنا يعني تعطي شكل بزاف شباب. بالنسبه لهاد البابي هذا كنت شريته، يعني صراحه ما شريتوش، عطاه لي مول الحانوت كحتيت عنده كيهبط هاد الخضار الجزائر عجبني. من بعد شريت عليه واحد العشرة ولا عطاهم لي مع شريت عليه بزاف فايس واحد اخرين، قال لي هادو كادو من عندي كتر خيرو. دونك جاتني ليدي نقطعها هكا ونحطها في هاد الباني، راح تعطي شكل بزاف شباب، يعني جوست ام تي تي دي. من بعد راح تديت ولادي المسيد كما كنت تشوفوا في الطريق صباح عندنا واحد البرد ما نحكي لكمش. وعاود وليت للدار لقيت صاحبتي ديجا، انا كي كنت جايه في الطريق هي كانت مورايا. دونك قلت لها دخلي البرد راهو يقطع، جزنا ديريكتومون الكوزينه كما راكم تشوفوا. بدينا نوجدو، انا كي نعرضهم ماشي معناتها نوجد وحدي، يعني وجد ديجا ان بارتي وحدي وراح نكملو نوجدو كيف كيف، ومنها رانا قصارين. دونك هنا بديت نحط الطابله كما راكم تشوفوا، يعني فايس صامبل وشنو يعطو شكل الشباب، وتاني يفتحوا النفس تاع الواحد، يعني كما يقولوا العين تاكل قبل الكرش. كما راكم تشوفوا حبيباتي راح نخليكم تشوفوا كيفاش جي دغيسي لا طابل. وهذه هي الريزلتا فينال بعد ما كملت وجد الطابله تاعي. كما راكم تشوفوا شكل تاعها بسيط، حاجات بسيطه بصح سيت ديكور يكون شباب ويفتح النفس. من بعد ما كملت وجد كلش قعدنا، ونقدر نقول لكم واقيلا قعدنا فايت ساعه ونص وحنا قصارين. كولو قصر كولو قصر كما نقولوا، كل وريح مع كنا وحدنا بروفيتينا قصرنا ضحكنا ايتوسا. سرتو هنا في الغربه ما كاش هاد العرادات والدخلات والخرجات ولا فامي، دونك الواحد يتوحش هذوك القعدات. دونك قلت هاي نبروفيتي ونقصر شويه، المره الجايه ان شاء الله نعاودها وتكون معايا معانا فادي صاحبتنا الاخرى ان شاء الله يا ربي. وفريمون كما قلت لكم نبدلو شويه او نقصرو، وحنا تانا عادتنا هنا كي نكملو ناكلو اي تو سا لا سوا فطور قهوه عشاء اللي جات. من بعد ما نكملو نوضو كاع لا سوا كيما قالك لا صحاباتي لا شويه صحاباتي هذوك شغل ماشي متصلتهم شغل معرفه، نوضو كاع نتعاونو ونخملو ونرجعو كل حاجه لبلاصتها، غير هذوك اللي فريمون براويه هذوك اللي لا بصح هادو حنا تاوعنا نوضو كاع نتعاونو ونرجعو كل حاجه لبلاصتها هكا. من بعد انا ما تقعدليش حاجه كبيره نديرها كيما كنت تشوفوا. بدينا نديباراسيو لا طابل
او ميم طون درنا شويه عرس هكذا انا وحبيبتي درنا شطحنا ما نحكيلكمش. اون بعد كيما قلت لكم بعد ما رجعت كل حاجه لبلاصتها هنا قاعدين جبت ولادي من المسيت فطرتهم عاود حطيتهم على وحده ونص مع كان البرد يقطع. قالت لي كيفاش حنا نقعدوا في الدار؟ قلت لها يا اختي هيا نمشي نروحوا ندورو زعما كان جبت سبه قلت لها خصوني عفايس نشريهم. من بعد رفدنا رحنايا البنات خرجنا درنا شويه في لي ماكازا ارفدي منا اشري منا راح نخليكم شويه لقطات تشوفوهم. بيلي السكر غلا ولا هاد الصغيره من فينو ماشي صح سي با سا لا لا هادي اي هادي سي سا سخيوطه الحجه جوزي ولا خلينا نجوزو الزين يا الزين قالت لهم الكيلو ليغ دو كارو شوفي هو الصغير اي لي با شير سي لو بري 2 يورو اي كلك سرا اي لي با شير سي لو بري كيما خليتكم تشوفوا شويه لقطات كي دخلنا لوكلير فريمون لي بري طلعوا في السما ما تامنوش عقلكم ان شاء الله ربي يستر من اللي راهو جاي. هذا واش نقولوا هنا من بعد رحنا نجي في تانا زعما قال لك الصالد ما كان لا صوت لا والو فريمون اي سولدي والعفايس اللي ما يتباعوش العفايس اللي ماشي شابين. شوفوا هادو كيما اللي عندي انا في الدار. اش دير في صالونك حبه في الكوزين ندي هذا تحتانا وهذا مليح تاع كوزينه انا عجبني هذا هذا في الزين هذا شباب إيه. بصح هذا بلوس كوزينه وهذا ديريه في كوزينه ولا مشكل شوفي من دير التفاح البان هذا شوي كبار اش تجي 10 كيلو تفاح 10 كيلو بانان بوه يعني بطاطا شوفي هذه كبيره طلعت في كبير بطاطا بزاف هذا يغتني ندير فيه البطاطا واش تي زعما عندناش اختي شوفي هذا شباب انا عجبني هذا وهنا يا حبيباتي لحقنا نهاية الفيديو ان شاء الله كانت خفيفة ظريفة عليكم وعجبتكم. نقول لكم نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله واذا عندكم اسئلة ولا اي حاجة حطوها لي في لي كومنتار وراح نجاوب عليكم. سلام.